طيب بسم الله كده، خلونا يعني نقول الوسائل بتاعت الكي ال ام، وخلونا نقول هي بتتحل ازاي الاول، وبعد كده يعني نحط شويه رولز كده ونحل يعني كم حاجه كم امتحانات يعني. ماشي، فاول حاجه اول حاجه خلينا نرجع حبه كده. اي ماشي، هي السلايد دي. طيب مبدئيا انت عندك الحاجات اللي انت بتقيس بيها، هي مبدئيا هي بتبريدكت او الافشنسي، او ان هي بتقيس الافشنسي، ومبدئيا هي بتستخدم للاكسبرت. ماشي، طيب انت عندك المفروض انك ايه يعني، او ايه الحاجات اللي بتعملها؟ بتبدا تمشي يعني خطوه خطوه كده على التاسك اللي هو بيديها لك، وتبدا تشوف هل انت عملت كي ستروك، هل انت يعني دوست زرار على الكيبورد فالكي ستروك بتمز له بكي، هل انت عملت بوتوم بريس، دوست دوسه بالماوس، دوسه بالماوس كده فعملت بوتوم بريس او ريليز، سبت ايدك مع الماوس. ماشي، طيب عملت بوينت ويز ماوس مثلا، يعني عملت بوينت ان انا هبوينت مثلا على النقطة بي دلوقتي، عملت بوينت كده. ماشي، هل انت عملت درو، فدي من الريزلتات بي، هل انت عملت درو لاين ويز ماوس، انت بدأت ترسم لاين كده تمام. عندك الهوم هاند بتوين ماوس اند كيبورد، ان انت مثلا ايدك راحت من الماوس للكيبورد او من الكيبورد للماوس فبتعمل هوم. هل انت عملت mental operation، هل انت عملت recall لحاجة من ال long term memory مثلا، مش من المظلة بام. طيب خلينا نتفق على شوية حاجات، خلينا نتفق ان احنا مبدئيا في الغالب انت بتعمل mental operation في الاول. ماشي، وغالبا بتبقى قبل، يعني مش شرط البوينت تبقى موجودة، بس انا بقول ان عموما يعني انت غالبا اما بتيجي تعمل بوينت على حاجة انت تعمل قبلها mental operation، واما بتيجي تدوس على key stroke معين، ماشي، على زرار يعني في الكيبورد، بتبدأ انك تعمل قبلها برضه mental operation. ماشي، طيب ده كده يعني ايه رول سريعة كده. طيب خلينا نشوف كده امتحان السنة اللي فاتت كان المسألة اللي جاية فيه عبارة عن ايه. هو بيقول لك ان انت عندك فايل، وانت فاتح دلوقتي دوكيمنت معين وعايز تروح لفايل، او بيقول لك ان انت عايز تروح للمنيو بتاعت فايل، تبوينت عليها، تختار براند، ماشي، وتدوس عليها، وبعد كده هتكتب، ان هيظهر لك شاشة فيها تكست بوكس، التكست بوكس ده تبدأ تكتب فيه عدد الكابيز قد ايه من الكيبورد بتاعتك، وبعد كده هتبرس البوتن اللي هو براند. ده كلام جميل، خلينا نشوف هي نقسمها واحدة واحدة. انت دلوقتي فاتح الدوكيمنت، ماشي، وايدك اوريدي على الماوس، فانت ايه اول حاجة هتعملها؟ هتفكر انا هبوينت فين، فاول حاجة هتعمل منتال اوبريشن. ده كلام جميل، او خلونا ماشي، اول حاجة خلينا نفتح نوت نكتب فيها كده، بحيث ايه، طيب لحظة واحدة عشان الريكورد ما يطولش. طيب خلونا نكمل. طيب أول حاجة أنا هعمل إيه؟ أول حاجة هتعملها، أول حاجة هتعمل mental operation، يعني خليكم باصين هنا كده. ماشي، إن إحنا أول حاجة هنعمل mental operation، تاني حاجة هنعملها إيه؟ هنبوينت على الفايل اللي أنت عايز، على المنيو بتاعت الفايل، صح؟ فهنبوينت. طيب عملت mental operation، فكرت الأول أنا هبوينت فين، وبعد كده عملت بوينت. بعدين هتبدأ تنزل واحدة واحدة كده في الفايل، هتبدأ تختار براند. طيب طيب انت دلوقتي عايز تختار براند فهتتشوزها، تمام. فانا المفروض ان انا هعمل ايه؟ هعمل غالبا كمان منتال اوبريشن، بعد كده هبوينت على البراند، وبعد كده هبدأ ان انا اتشوزها، فهعمل بوتوم بريس، تمام. ده كلام جميل. بعد كده هيظهر لك شاشة، الشاشة دي انت المفروض هتكتب فيها ال number of copies، ف تعالى نكتب ال number of copies، هنكتبها ازاي؟ هي في text box، فانت هتعمل mental operation. ده كلام جميل. بعد كده عملت mental operation، هتبدأ تروح فين؟ هتبوينت على المكان انت المفروض تكتب فيه في ال text box، تمام. وبعد كده عملت بوينت، وقفت هنا على ال text box، هعمل ايه؟ هعمل بريس عشان اقدر ان انا اكتب، تمام. طيب ده تمام. طيب وبعد كده هتعمل هوم، الهوم ليه؟ انا هروح بقى على الكيبورد، عايز اكتب على الكيبورد بقى، ماشي، فهتروح هوم. بعد كده عايز ادوس كي ستروك، فهتدوس كي ستروك. طب ده صح؟ هل انا عملت ده صح؟ لا، المفروض تعمل قبلها منتال اوبريشن عشان تفكر انت هتدوس على انهي زرار. دوست على زرار رقم 2، هتعمل ايه بعد كده؟ يو ويل بريس، عايز بعد كده انك تبريس برنت بوتن، فانت هتعمل ايه؟ هتروح تعمل هوم. طيب عشان عايز ترجع للماوس، صح؟ بعد كده هتبوينت على البوتن اللي هو بتاع برنت،
وبعدين هتعمل ايه اخر حاجة؟ هتعمل bottom press. بس دي كل الفكرة من حلها، تمام؟ طيب دي كده اول حاجة. طيب خلونا نكمل الامتحان اللي بعده. هنا بيقول لك مثلا في امتحان 22 ماشي، بيقول لك ان انت عندك تاسك ان انت عايز تديليت فايل عن طريق انك تدراج الايكون دي الايكون بتاعت الفايل ده وتحطها في الكراش مثلا، ايكون يعني ماشي. فانت دلوقتي عند الديسك توب، والديسك توب بيقول لك ان هو في الفايل اللي انت عايز تدلته تعمله ديليت، وفي التراش نفسها، وكل واحده ليها ايكون بتاعتها على الديسك توب. وبيقول لك ان انت عشان تدليت الفايل لازم هتبوينت على الفايل، هتدراجه او هتدراج الايكون للتراش ايكون ماشي. طيب فبيقول لك كريت الكي ستروك ليفل موديل، وبعد كده بيقول لك ان انت مبدئيا يعني بيقول لك one file is to be deleted، هو واحد بس اللي هيتعمله delete، ولازم تبوينت عليه. وبعد كده ان هي التراش دي visible and can be pointed to. بعد كده الكيرسور بيقول لك must end up in original window ماشي. وبيقول لك hand starts and ends on mouse ماشي. طيب خلينا نكمل، خلينا نشوف. يعني مبدئيا انت دلوقتي عند الديسكتوب ماشي، وعايز تمسح فايل، فهتعمل ايه؟ اول حاجه انت واقف دلوقتي على الديسكتوب وعايز تمسح فايل، ف ايه اول حاجه هتعملها؟ هتعمل منتال اوبريشن. فتعال نكتبها. اول حاجه انا هعمل منتال اوبريشن. طيب وبعد المنتال اوبريشن هعمل ايه؟ يعني بوينت على الفايل انا عايز امسحه، احدد الفايل انا عايز امسحه، اقف عليه ماشي. هل انت دوست عليه؟ لا ما دوستش. طيب يبقى المفروض تعمل بوتن بريس، تدوس عليه كده، او تدوس على الفايل اللي انت عايز تمسحه. لا يعني كده، يعني خلينا كده نروح هنا مثلا، هنا كده ماشي. فانت اول حاجه عملتها ايه؟ عملت منتال اوبريشن. وبعد كده عملت ايه؟ بدات تتحرك الماوس وتروح هنا ماشي. خلاص انت دي المنتال اوبريشن خدتها انك هتعمل كده. بعد كده عملت ايه؟ اول حاجه عملت وقفت على البتاع، عملت عليه بوينت، بعد كده دوست عليه تمام. عايزه بقى ادراجه وارميه في التروس تمام. طيب خلينا نرجع. فانت عايز دلوقتي تدوس عليه، فانت دلوقتي دايس عليه تمام. في حاجه انا شايفاها ان هي كانت المفروض انك تعمل اللي هي درو لاين باي ماوس اللي هي دي، بس هي اوريدي مش هتبقى هنا في الحسبه، فاحنا مش هنعملها ماشي. فدي مش موجوده، فاحنا مش هنحسبها، فاحنا مش هنحط اصلا دي في الموضوع تمام. طيب فهنفترض ان احنا هنعمل بوتوم بريس، وبعد كده هنفضل شايلينه، هنفضل شايلين الحاجه اللي احنا بنعمل يعني كاننا بنعمل دراج. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل انا المفروض هبوينت يعني بعد كده اهو. خلينا نرجع كده للحته دي عشان الموضوع يبقى انتم متخيلين. انت دلوقتي مسكت ده كده ماشي، خلاص عملت المنت الاوبريشن بتاعتي، عملت له بوينت وعملت بوينت بريس، خلاص خدته في ايديا وعايزه اروح بيه على التراش، مش لاقيها اهي ماشي، ريسايكل بين اهي. فانا ايه اللي عملته؟ هفكر انا هحط البتاع ده فين، هحط الفايل ده فين. ففكرت، عملت منتال اوبريشن، وبعد كده رحت هبوينت على المكان اللي انا المفروض هحط فيه الفايل ده. بعد كده اللي انا هعمله بعد كده هسيبه ماشي. انا ما حطوش في الرسائل بس عشان محتاجاه يعني، بس المهم يعني ايه، هسيبه، هعمل بوتن ريليز ماشي. ف ايه اللي احنا استنتجناه من هنا؟ تعالوا كده نرجع تاني ماشي. هنعمل ايه؟ احنا قلنا اللي احنا هنعمله بالظبط، انا عملت بوينت بريس، هعمل منتال اوبريشن، هفكر انا هسيبه فين. عملت منتال اوبريشن، هتعمل ايه بعد كده؟ هتبوينت على المكان اللي انت هترمي فيه اللي هو الكراش. بعد كده هتعمل ايه؟ هتعمل بوتن ريليز. بس كده اعتقد، بس كده تمام. طيب ده كده بالنسبه للسؤال ده. هنحسبها عادي بقى، تحسب انت عندك كام منتال اوبريشن؟ عندك 2 ام ماشي، و2 بي، و2 بي بي، و2 بي ماشي. في حسابها عادي، هو مديك الارقام بتاعت كل واحده يعني. ده كلام جميل. خلونا بعد كده ايه، نشوف الامتحان اللي بعده. طيب خلونا نكمل اخر سؤال. ده امتحان ايه؟ 21 ماشي، فاينل 21. فانت عندك ايه اول حاجه هتعملها؟ انت دلوقتي في الفايل اكسبلورر ماشي، مكان في الفايلات، وانت عايز تختار من الفايل اكسبلورر ده، في فايلات كتيره، فانت عايز تختار فايل معين عشان تمسحه ماشي. فانت هتبوينت على الفايل، هتبوينت
يعني انت هتختار الحاجة الأول، هتختار الفايل، بعد كده هبوينت على فايل منيو، ماشي، الفايل منيو الموجودة هنا. انت خلاص، معلش خلينا نقول تاني، انت دلوقتي عايز تمسح حاجة معينة، فهتشوف من فايل اكسبلورر ايه الحاجة اللي انت عايز تمسحها، الفايل اللي انت عايز تمسحه، بعد كده هتروح على المنيو اللي اسمها فايل وتختار ديليت، ماشي، بسيطة يعني. فخلينا نشوف ايه اللي ممكن يتعمل، ماشي، خلينا كده ايه نخفي ده عشان ما يلخبطناش، ماشي. انت المفروض تعمل ايه؟ انت دلوقتي في الفايل اكسبلورر عايز تتشوز فايل معين، فانت ايه اول حاجة هتعملها؟ هفكر هبوينت على الفايل اللي انا عايز امسحه، فانت هتعمل مانتل اوبريشن، بعد كده هتبوينت عليه. طيب انا فكرت ايه الفايل اللي همسحه من هنا، بعد كده عملت بوينت عليه، تمام. بعد كده هتعمل ايه؟ هتبرس عليه، هتبرس عليه ان انت هتختاره يعني. طيب خلاص عملت بريس، هتعمل ايه بعد كده؟ you will choose the file to be deleted، انت هتختار الفايل اللي انت عايز تديليته، خلاص اخترته. طيب هتروح بعد كده ايه، انت خلاص كده اخترت الفايل، هتروح تبوينت بعد كده على الفايل منيو، هو اللي قال كده يعني، ماشي، حاسس ان في حلقة مفقودة بس هو قال كده يعني. بعد كده هتبوينت على الفايل منيو، ماشي، اللي هي المنيو بتاعت الفايل. فعشان تبوينت عليها هتعمل ايه الاول؟ منتال اوبريشن. طيب وبعد ما تعمل منتال اوبريشن هتعمل ايه؟ هتعمل بوينت، هتبوينت على الفايل، على المنيو فايل، ماشي. وبعد كده هتبدأ انك تعمل ايه؟ هتبدأ بعد كده انك يعني هتتشوز عندك من الفايل منيو، هتنزل تحت، ماشي، وتبوينت على ديليت وتختارها، ماشي. فانت يعني لو مشيناها بشكل نايف قوي يعني، هي معرفش هي المفروض الدكتور يمشي كده ولا لا، دي حاجه انا معرفهاش، بس انا يعني بحب امشيها بشكل نايف قوي، بحب امشيها ستيب باي ستيب كده، وكل الستبس اللي احنا ممكن نعملها بكتبها يعني، ماشي. فممكن تبقى حاجه اسهل من كده، او ممكن تتعمل بطريقه مختلفه ولا لا، انا معرفش، ماشي. طيب فانت دلوقتي انت جوه الفايل منيو، ماشي، فعايز تنزل وتختار كلمه ديليت، فهتختارها ازاي؟ هتعمل منتال اوبريشن الاول، وبعد كده هتبوينت على كلمة ديليت، بعد كده هتعمل ايه؟ هتبرسها، بس كده. يعني مش عارفة ممكن نجيبها منين، هي الفكرة يعني ان انت هنا مثلا فتحت منيو، ماشي، فانا عايزة، انا هتلاقي لو نفترض ان دي الفايل منيو، فانا دوست كده عليها، ماشي. طيب بما اني دوست عليها هعمل ايه؟ عايزة اختار مثلا نيو تاب، فانا هعمل كده. فانا اولا فكرت منتال اوبريشن، بعد كده عملت بوينت عليها، بعد ما عملت بوينت عليها عملت ايه؟ عملت بوتن بريس، صح، فتحت نيو تاب، تمام. ف يعني ده حسب ما انا شايفاها يعني، فهي ممكن تكون مش عايزه الستبس كلها بالشكل ده، بس يعني انا بفترض ان هي عايزه كل الستبس، بس كده. ده كده كان هل طبعا برضو نفس الكلام، انت عندك هنا يعني عندك هنا كل الحاجات اللي ممكن تكون هتستخدمها او ما تستخدمهاش، مش ان مش هتحط لك الحاجات اللي انت هتستخدمها بس، فهي حاطه لك الكي ستروك، احنا ما استخدمناش هنا كي ستروك لانه اوريدي كلمه ديليت دي كانت موجوده، هي اوبشن من جوه الفايل منيو، ماشي، مفيش هنا اي كي ستروك ما استخدمناه، فانت مش هتستخدمها. البوتوم بريس انت طبعا استخدمتها مرتين، المنتال اوبريشن انت استخدمتها 3 مرات باين يعني، تقريبا، والبوينت انت استخدمتها 3 مرات، ماشي. ما استخدمتش الهوم خالص، انت اصلا ما روحتش للكيبورد قبل كده، ما روحتش الكيبورد هنا يعني. بس كده يعني، ده كان الفيديو. لو حد شايف الحل بطريقه مختلفه، انا زي ما قلت انا حليت بطريقه ان انا يعني ايه كل ستيب مشيتها بالظبط يعني، هنبايت على الحاجة يبقى هنبايت عليها، هنبرس الحاجة فأنا هنبرس عليها، هبوينت يبقى هعمل منتال اوبريشن قبلها. فيعني حد شايف طريقة من حل ممكن يكون بطريقة مختلفة، أو عارف حاجة من الدكتور يعني يقول يعني، بس كده.